سلام خوت خواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد لمغادرة التحليل والتقييم أداء المايسترو حكيم زياش مع فريقه غالاتا سراي في بداية الدوري التركي وفي أول ظهور له مع الفريق التركي. طبعا قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك الفيديو سلكاكو جديد، ونبدأ بلا والتحدث عن حكيم زياش. حكيم زياش بدأ المباراة على مقاعد البدلاء وأشركه المدرب مع بداية الشوط الثاني. دخل في الدقيقة 45 مع بداية الشوط الثاني، قدم أداء خيالي في أول ظهور مع الفريق التركي. استطاع المساهمة في النتيجة بتمريرة حاسمة في الهدف الرابع، على الرغم أنه كان قريب للتسجيل. الكرة لمست إيكاردي واحتسبت تمريرة حاسمة لحكيم زياش، تحصل على تقييم 7.4 كتقييم رائع وجيد في أول ظهور. إحصائيات على مستوى المباراة كالآتي: صنع فرصتين، نسبة التمريرات وصلت إلى 61%، نسبة التمريرات الطويلة وصلت إلى 33%، المراوغات بنسبة 100%، لمس الكرة 30 مرة، وحصل على خطأ وحيد وساهم في النتيجة. للأمانة حكيم زياش ظهر بصورة جيدة جدا وموفقة على مستوى بطولة الدوري التركي مع فريق غالاتا سراي. حكيم زياش سوف يكون إضافة قوية للنادي التركي، خصوصا أنه يمتلك إمكانيات وخبرة على المستوى الأوروبي، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة القادمة إن شاء الله نتمنى له التوفيق. أداء رائع من المايسترو زياش في مباراة اليوم، أداء جيد، مباراة كبيرة في أول ظهور، أثبت على أنه يستحق ذلك التقديم الأسطوري مع فريق غالاتا سراي، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله والاستمرار في العطاء في كل مباراة. شكرا متابعة وإلى اللقاء.